الرئيس السيسي وجهه برفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6000 جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يؤكد أمام الآلية الإفريقية لمراجعة للنظراء أن الدولة تلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة. القاهرة تستضيف غدا جولة جديدة من المفاوضات من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، حيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه. وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيه إلى 475 جنيه، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا. أضاف الرئيس السيسي على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. تتضمن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها عددا من البنود المهمة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الإصلاح الحر. سيد رضا، بعد التحية، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم للتخفيف عن المواطن في تحمل الأعباء المعيشية. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، طبعا شملت زيادة في أجور في الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرة الثانية، لأن تم رفعها في المرة الأولى أثناء الحوار الوطني ثم يعاد رفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى. كل هذه قرارات بتؤكد حرص السيد الرئيس على تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن المصري على كافة المستويات، ايضا توفير حياه كريمه للمواطنين. وان القرارات اللي صدرت انا بعتبرها قرارات حمايه اجتماعيه تاريخيه في ظل هذا الوقت، لانه القياده السياسيه لديها ادراك ووعي لحجم التحديات والاعباء اللي اتفقع على كاهل المواطن المصري في ظل موجات من التضخم وارتفاع الاسعار بنشهدها داخل الدوله المصريه. ايضا ان الدوله المصريه لم تخسر تحسين اجور المواطنين رغم الازمات الاقتصاديه اللي اثرت علينا وعلى دول العالم جميعا. ايضا القرارات جت في وقت صعب جدا، لانه هناك ازمه عالميه صاحنه، هناك حروب ونزاعات في الاقليم، كل هذه الامور ادت الى وجود ازمات اقتصاديه للعالم كله وليس مصر فقط، ولكن الضغوط على مصر اشد شويه لأسباب سياسية، وبالتالي كان قرار السيد الرئيس حكيم في ذلك الوقت، وكان قرار هام جدا
لرفع الاعباء والضغوط على المواطن المصري، رغم ان هناك ضغوط على الموازنه العامه وارتفاع في معدلات التضخم في مصر وعالميا ورغم الازمات الاقتصاديه، كل هذا الا ان السياسه السياسيه والدوله المصريه بتمضي بثبات نحو استقرار الدوله المصريه وتحقيق حمايه اجتماعيه للمواطنين وايضا غطاء امان وحمايه للطبقات الفقيره. نعم، بالتأكيد هذا هدف برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام. التكلفة التي سوف تقوم بتحملها الدولة كما تفضلت رغم الأوضاع العالمية المحيطة، إلى أي مدى تعطي دلالة هامة أن المواطن يبقى دائما في أولوية اهتمامات الدولة؟ طبعا التكلفة زي ما قلت لحضرتك في ظل الظروف الاقتصادية بتدي مؤشر داخل الدولة المصرية انه رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات ورغم كل المؤامرات اللي بتحاك بالدولة المصرية ورغم الظروف العالمية والضغوط السياسية الشديدة على الدولة المصرية، الا ان الدولة المصرية بتمضي قدما تحت قيادة سياسية حكيمة في الاهتمام بالمواطن المصري وتحقيق ليه حقيقة كريمة وتحقيق تكافل وكرامة ورفع أعباء كثيرة على المواطن المصري. نعم. ده بيعني أنه ده ليه معنى ودلالة أنه ده اصطفاف من الدولة المصرية حول القيادة السياسية وأيضا تقدير من القيادة السياسية لما يتحمله الشعب المصري، زي دايما زي ما السيد الرئيس قال أن أنا بشكر الشعب المصري وأنا عارف أنه تحمل الكثير والكثير. إذا ده كلام حقيقي لأنه بيبان في ردة الفعل في هذه القرارات لقرارات الحماية الاجتماعية اللي بيصدرها السيد الرئيس. ده بيعني ان السيد الرئيس موجود على الارض وانه الدوله المصريه شايفه وان القياده السياسيه حاسه بالمواطنين قوي ولديها صدق وقناعه تامه ان المواطن المصري يتحمل الكثير والكثير وانه يجب رفع الاعباء ويجب المسانده معاه في اغلاء الاسعار والتضخم المستمر. كل هذا بيعني ان الدوله المصريه مهتميه بالمواطن المصري مش من اولوياتها فقط، ولكن ده الشغل الشاغل للقياده السياسيه، لان هو دايما يقول احنا بنعمل من اجل المواطن المصري ومن اجل الطبقات الفقيره والطبقات المتوسطه والطبقات الاكثر احتياجا ورعايه. كل ده بيعني ان القياده السياسيه عارفه ان ده بيمثل 80% او اكثر من الشعب المصري، وبالتالي الاهتمام بيهم ده أمر طبيعي لأنه ده مقدراتهم وملكهم وده حقهم داخل الدولة المصرية، والقيادة السياسية بتعترف بهذا وبتقر هذا دائما، وبالتالي حرص القيادة السياسية على أنها ترفع الضغوط والأعباء الاقتصادية على المواطن المصري حرصا منه على أنه المواطن تحمل الكثير والكثير وسيتحمل في الفترات القادمة، لأن وجود نزاعات في الإقليم ووجود حروب والضغط على علينا في رفح والضغط علينا في البحر الأحمر، كل ده أثر على الدخل الموجود بالعملة الصعبة للدولة المصرية وأثر على إيرادات الدولة المصرية والاقتصاد المصري، وبالتالي بيشعر بيه المواطن المصري في صورة أسعار وإن السلع مش موجودة وإن السلع غالية، وبالتالي القياده المصريه تعرف ده وحاسه بيه، وبالتالي صدرت هذه القرارات في ظل ظروف اعتقد تحدي قوي جدا. نعم. في ظل ظروف اقتصاديه صعبه، في ظل ازمه في الموازنه، في ظل ازمه في الاقليم، كل ده بيعني انها ان القياده تعودت على التحديات وتعودت على مواجهه التحديات باصطفاف الشعب المصري حولها، والقرارات دي كانت تقدير للجهود الوطنية. وبالتأكيد سيد رضا، يعني هذا الاصطفاف خلف القيادة هو دوما الرهان الذي نكسبه دائما وهو وعي الشعب المصري. طبعا ده الرهان وده اللي دايما الأستاذ رئيس بيعول عليه ودايما الشعب المصري ما بيخذلوش، لأنه الشعب المصري يعلم أن الأستاذ رئيس صادق وأن الأستاذ رئيس ما عندوش شغل شاغل إلا الدولة المصرية وأمن الدولة المصرية والحفاظ على الوطن والحفاظ على راحة المواطن المصري وإنه يعيش في حياة كريمة وحماية اجتماعية وإن الدولة توفر له أقصى ما في وسعها من أجل هذا الهدف. وبالتالي كانت هذه القرارات، خدمة هذه القرارات اللي بتكلف الدولة أرقام كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية، حرصا من السيد الرئيس على حماية المواطن المصري، خاصة إحنا داخلين على شهر كريم
فكان المواطن بيسأل هنعمل ايه في الايام الجايه، هنعمل ايه، فكان رد السيد الرئيس وكانه بيسمع صوت المواطن المصري. فالسيد الرئيس عمل ووجه وقدر قرارات الناس. نعم، وضحت فكرتك، خاصه انك تحدثت ايضا عن التوقيت مع قرب شهر رمضان الكريم. اشكرك استاذ رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الاصلاح الحر. توالت ردود الأفعال حول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مظلة الحماية الاجتماعية على المواطن المصري، وذلك لتخفيف الأعباء التي سببتها الأزمات الإقليمية والدولية. وأعرب العديد من الرموز السياسية والمجتمعية والدينية عن سعادتهم بالقرارات التي جاءت في صف المواطن المصري والمواطن الأولى بالرعاية، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير غطاء حماية لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة افتراضية في المنتدى 33 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. وأكد مدبولي في كلمته أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، وحرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها. وبالرغم من التحديات التي تعرض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها كغيرها من الدول تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك والضغوط التضخمية العالمية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تبنت نهجا شاملا ومتكاملا لمكافحة الإرهاب يقوم على البعدين الأمني والتنموي، هو النهج الذي نتج عنه انحصار العمليات الإرهابية. وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب. تبنت مصر نهجا شاملا ومتكاملا لمكافحة الإرهاب يقوم على البعدين الأمني والتنموي، وهو النهج الذي نتج عنه انحصار العمليات الإرهابية. وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تسبب معاناة الشعوب. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القاهرة تستضيف غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. وأضافت الوكالة أن الجولة الجديدة تشتمل على الحديث عن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. هذا وقد أكد قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة سيزور القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين. أفادت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من 3 مراحل، مدة كل مرحلة منها 45 يوما. وتتضمن الخطة مبادلة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بالأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الجثث والرفات. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل القطاع بما فيه منطقة الشمال، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين. تصريحات عباس جاءت خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، وحذر أبو مازن من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جانبه قال بلينكين إنه لا يزال هناك الكثير من العمل لسد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقى اليوم في القدس المحتلة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنهما أجريا مباحثات طويلة ومعمقة. هذا وأفادت الخارجية الأمريكية بأن بلينكين شدد لنتنياهو على أهمية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في غزة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكين أكد أيضا دعم بلاده لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. وأكد بلينكين خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي أنه على الجميع الالتزام ببذل أقصى ما يمكن لإيصال المساعدات الضرورية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. بالنسبة لنا أيضا فنحن نسعى ونأمل الإطلاق سراح الفوري للرهائن في أقرب وقت ممكن. وكما تعلمون سعادة الرئيس فإن الاستجابة والرد الذي حصلنا عليه من حماس فهو مطروح الآن للدراسة وقيد الدراسة حاليا، وننظر إليه بجدية وندرسه بعمق، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإدخال المساعدات اللازمة والضرورية لأولئك الذين في أمس الحاجة إليها، وخاصة الأطفال والنساء. ونركز أيضا بشكل كبير على إسراع إدخال هذه المساعدات. وأخيرا أنا بكل صدق فخامة الرئيس نسعى جاهدين لتحقيق هذا التطبيع بين السعودية، وقد أجرت مباحثات مع السعودية ومصر وقطر، ونبذل كل الأطراف تبذل قصارى جهدها بشكل إيجابي، ونؤمن أن النتائج في المستقبل ستكون إيجابية. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض مقترح حركة حماس لوقف إطلاق النار لضمان عودة المحتجزين الإسرائيليين. وفي مؤتمر صحفي أكد نتنياهو أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، كما جدد توعده بتدمير حركة حماس، مؤكدا أنه لا يوجد بديل أمام إسرائيل سوى مواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أن النصر التام على حماس هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة. من جانبه أكد رئيس الدائرة السياسية في حماس في الخارج سامي أبو زهري أن تصريحات نتنياهو هي نوع من المكابرة السياسية، وأنه معني باستمرار الصراع في المنطقة، مشددا على أن الحركة تعاملت بمرونة مع ورقة باريس، وهذا من موقع القوة للضعف، وأن الحركة جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظفرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق أهالي القطاع، وذلك لليوم 124 بعد 100 على التوالي. حيث أقدم جيش الاحتلال اليوم على نسف مباني سكنية في محيط مدرسة حياة التي تأوي نازحين في مخيم خان يونس جنوب القطاع، كما استهدف الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس، واستهدفت الغارات أيضا منازل برفح ودير البلح بوسط القطاع وحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا فضلا عن 169 مصابا في 24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 27,700 شهيد وأكثر من 67,000 مصاب. صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز على رفح في جنوب غزة في المرحلة التالية من هجومه على القطاع الفلسطيني. وأضاف غوتيريش في إحاطته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول أولوياته لعام 2024 أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفاقم ما هو بالفعل كابوس إنساني، كما أن له عواقب إقليمية لا توصف. ودعا مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. من جانبه تقدم السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر في الأمم المتحدة بالشكر للمنظمة الدولية على محاولاتها لإنهاء العمليات العسكرية في القطاع المحتل ودعم وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل كامل. شدد السفير في كلمة مصر على ضرورة الالتزام بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. أشكر الأمين العام على هذه النظرة الاستشرافية للسلام العالمي، ونحن نشيد بالأمين العام على ما تقوم به الأمم المتحدة عالميا لتحقيق السلام، ونشكركم على اللجوء إلى المادة 99 من الميثاق والتي تنادي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة. الأمين العام، إن تحديدك لكل الآثار لحرب غزة هو أمر نموذجي، ونطلع قدما إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية لغزة وفقا لقرار مجلس الأمن 2720، ونود أن تستمر الأونروا في عملها بشكل كامل، وندعم الإجراءات التي تم اتخاذها، ونطلب من الجميع التعامل بالعمل بحكمة لتبقى الأونروا فعالة بشكل كامل. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تضرر 84% من المرافق الصحية في غزة بسبب الهجمات. وحذرت الأونروا من انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن ادعاءات إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة هي ادعاءات كاذبة. وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الأكاذيب تأتي في سياق حملة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في وادي غزة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع. أضاف مكتب الأمم المتحدة أنه لم يتلقى أي رد بخصوص تلك الطلبات، وحذرت الأمم المتحدة سابقا من أن 2,200,000 شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت عدوان وحشي. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أكد أن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في الشهر الماضي.
متواصلون معكم مشاهدينا في نشرة التاسعة من التلفزيون المصري ونتابع فيها. الأمم المتحدة تعلن عن موافقة طرفي النزاع في السودان على اجتماع بشأن المساعدات الإنسانية. أدانت مصر بأشد العبارات للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. كما جددت مصر التأكيد على موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث. أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع على الأرجح في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لكن موعده لم يحدد بعد. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث لصحفيين في جنيف إن النقص في الوصول إلى المساعدات الإنسانية فادح، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين أجرى اتصالات مع القائدين العسكريين، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتهما بشأن إيصال المساعدات. وأشار إلى أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين للطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريبا، أي نحو 25 مليون شخص للمساعدة. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ شرقي العاصمة العراقية بغداد. وأكد شهود عيان أن العاصمة العراقية شهدت انفجارات ضخمة، فيما هرعت دوريات الشرطة العراقية إلى موقع الانفجار. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله في بغداد. احتفلت وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. حضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف كنائب عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالإضافة إلى نخبة من كبار العلماء ورجال الدين بالدولة المصرية. قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي إن هذه معجزة ربانية عظيمة اختص بها الله نبينا الكريم، داعية المولى عز وجل بأن يعيد هذه الليلة المباركة علينا بالخير واليمن والبركات. انطلقت فعاليات ورشة عمل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني الحالية والآليات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل التي تمكن الدولة المصرية من تصحيح تلك الأوضاع الاقتصادية. تهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ولمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري، خاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 إلى 2022. وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملات الصعبة.
في ظل الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي، يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي. احنا عندنا تحديات كبيرة، عندنا فرص كبيرة أيضا. الفرصة أو التحدي الأساسي هو إن شاء الله رب في القريب العاجل شايفين الخطوات اللي تمت تعمل وفر كبير في عملية النقد الأجنبي اللي هو بيسهل إن المصانع ترجع تاني إنها تشتغل بكل طاقتها، فرص إن احنا نقدر نصدر، فرص لجذب استثمارات جديدة، لأنه دايما أي مستثمر أو أي مصنع بيكبر أو بيشكل بيبص دايما عملية النقد الأجنبي عاملة إزاي والقرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن. الظروف الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا للحرب في أوروبا انتهاء بالظروف اللي حصلت في المنطقة أثرت بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي. لازم تتكاتف الجهود ما بين الدولة ما بين الأجهزة التنفيذية ما بين القطاع الخاص عشان نفكر كلنا مع بعض في المشاكل ونشوف إيه الحلول اللي نقدر نتحرك فيها بسرعة، حلول تنفيذية تساعدنا كلنا إن احنا نطلع من هذا الوضع الضاغط. تهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري وخاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 إلى 2022 وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالمية. وضعنا حلول ومن ضمنها مثلا الاهتمام بالتصدير، لأن دوت يعني أكتر رافد من روافد العملة الصعبة النهاردة اللي بتيجي لمصر، أولاً بنصنعه إحنا كمصريين بأيدينا، فما نقدرش نرمي الشماعة على حد. كل الروافد التانية مهمة جداً ومحتاجينها جداً، لكن ممكن تتأثر بعوامل جيوسياسية، تتأثر بعوامل مناخية، تتأثر بعوامل كوارث وحروب. عايز أقول إن مثال اللي أنا بقوله دوت إن في أزمة الكوفيد وكان العالم كله تقريبا متوقف، مصر كانت بتصدر وكانت بتصدر وحققنا نمو، معدل نمو عالي جدا، ومعدل صادرات في 19 و20 و21 كان جيد جدا. تأتي الورشة ضمن سلسلة فعاليات للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي يعد مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وفي خارجها. حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 نجاحا كبيرا في حجم الإقبال على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب. وسجل المعرض على مدار 13 يوما من الفعاليات قرابة 5 ملايين زائر، محققا بذلك الإقبال الجماهيري الكبير في تاريخه منذ انطلاق دورته الأولى. نسخة غير مسبوقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تثبت من جديد قوة مصر الثقافية باعتبارها قبلة للتنوير في العالم العربي وملتقى للمثقفين على مستوى العالم، خاصة وأن المعرض يعد ثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم. النسخة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حققت أرقاماً غير مسبوقة وقياسية من حيث عدد الزائرين التي سجلت قرابة 5 ملايين زائر وحجم مشاركة دور النشر غير المسبوق والفعاليات والندوات، إضافة إلى عدد الدول المشاركة وحفلات توقيع الكتب للعديد من الكتاب المصريين والعرب. كما سجل المعرض حجم مبيعات متميزاً مما يجدد التأكيد على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل علامة مضيئة ومشرفة تعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع، كما يمثل ضمانة فاعلة لتبادل الحوار والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، وهو ما تحقق بامتياز من خلال حالة الزخم الجماهيري والثقافي الذي اتسمت به فعاليات هذه الدورة. وفي هذا الإطار تم إعلان أسماء الفائزين في جوائز المعرض، حيث فاز في فرع النقد الأدبي مناصفة الدكتور محمد إبراهيم عبد العال عن كتابه النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، والدكتور حسام عبد العاطي عن كتابه التماسك النصي في الشعر العربي،
وفي مجال الرواية فازت رواية غذاء في بيت الطباخة للكاتب محمد الفخراني، وفي فرع الشعر العامية فاز الشاعر عبد السيد المصري عن ديوانه الحياة ما كانتش أحلى. أما في شعر الفصحى فقد فاز الشاعر جمال القصاص عن ديوانه كانت هنا الموسيقى. وفي العلوم الإنسانية فازت شيرين محمد مناصفة مع شريهان عبد الحافظ عن كتاب الإعلام الرقمي تشريعات وأخلاقيات النشر. وفي المجال العلمي فاز إيهاب خليفة عن كتابه الخوارزميات القاتلة. أما في مجال تحقيق التراث فقد فازت مروة محمد علي عن كتاب معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية. وفي فرع الفنون فاز الكاتب محمود قاسم عن كتابه العلم والسينما والتخيل. أما جائزة أفضل كتاب مترجم فقد ذهبت إلى محمد صبري يوسف عن ترجمته لكتاب توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية. وذهبت جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل إلى الكاتب أحمد سمير سعد عن كتابه جورج ومفتاحه السري للكون. أما جائزة أفضل ناشر مصري فقد فازت بها مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية. أما جائزة أفضل ناشر عربي فقد ذهبت مناصفة إلى الرواق للنشر والتوزيع من مصر ودار المتوسط للنشر والتوزيع ميلانو. وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي، مما يتيح آفاقاً رحبة للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور بمختلف روافده الثقافية. ومن حصاد جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا، نتحول فيها إلى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وأنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 من فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة. وفي هذا السياق وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم. تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام البيرول. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريا عبر نظام البيرول، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلال لها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على مكاسب جماعية للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء مكثفة على الأسهم في العديد من القطاعات خاصة البنوك والعقارات والاتصالات. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23 مليارا و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 1,968 مليار جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بعد وقت قصير من إعلان إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزون بمقدار 5,500,000 برميل عن الأسبوع الماضي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 57% لتصل إلى 79 دولار و4 سنتات للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 59% ليصل إلى 73 دولار و74 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1
45% لتصل إلى $2.78 للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.9% لتسجل نحو $1.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع معدل العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر الماضي، وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية بأن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى $62.2 مليار مقابل $61.9 مليار في شهر نوفمبر عام 2023. كانت البيانات الحكومية الأمريكية قد أشارت إلى انكماش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى $773 مليار و$400 مليون أو 2.8% في الناتج أو من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في عام 2022. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان ونهل استكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. مشاهدينا، إلى هذا الخبر العاجل، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع. وخلال تلقيه اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني، أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين. وذكر متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة من تصعيد. الآن مشاهدينا نتابع آخر أخبار الرياضة. إلى فاطمة ونتابع معها، تفضلي. شكرا نهى، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه الجولة الرياضية. يلتقي بعد قليل منتخب كونغو الديمقراطية في دور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. كان منتخب كوتوفوار قد تأهل لهذا الدور بعد أن تمكن من تحقيق فوز مثير على منتخب مالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، فيما صعدت الكونغو الديمقراطية إلى هذا الدور عقب الفوز على غينيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن وتارة. انتزع كريم كحل لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال في وزن 89 كيلوغرام 3 ميداليات ذهبية لمنافسة الخطف والنظر والمجموع من بطولة أفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية، تستمر حتى 10 فبراير الجاري. ومن جانبه أكد علاء حسن المدير الفني للمنتخب على تواجد اللاعب في المركز الثالث لوزنه في الترتيب ليضمن التأهل للأولمبياد. تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 لليجا الفرقين إلى وقت إضافي، ثم إلى ركلات الجزاء الترجيحية في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. حجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي بفوزه على منتخب إيران بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس آسيا 2023 في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن السبت المقبل على ملعب لوسيل في نهائي البطولة.
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تمديد عقد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا حتى 2026. وصل كوبر مع المنتخب السوري إلى دور 16 بكأس أمم آسيا قبل أن يودع البطولة على يد منتخب إيران بركلة الجزاء الترجيحية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإيمان ونهى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية عن تسجيل سقوط كميات قياسية من الأمطار على جنوب ولاية كاليفورنيا. يأتي ذلك بسبب عاصفة قوية قادمة من المحيط الهادئ أسفرت عن سيول غمرت شوارع كاليفورنيا. ومن الطقس في كاليفورنيا إلى الطقس في مصر والأحوال الجوية. وقفة جديدة وأخيرة مع فاطمة خليل. شكراً لكم إيمان ونهى، وأهلاً بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بينهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، الإسكندرية 21، 10، مطروح 20، 10، بورسعيد 19، 11، الإسماعيلية 22، 9، وجوها معتدل. بالنسبة لي السويس 22، 10، العريش 20، 10، طابة 23، 12، شرم الشيخ 26، 16، الغردقة 25، 15، وجوها معتدل. بالنسبة لي الأقصر 26، 8، أسوان 27، 10، الوادي الجديد 26، 10، شلاتين 27، 16، حلايب 23، 15، وجوها معتدل. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من عواصم المدن العربية والعالمية. مشاهدينا، نبقى الآن مع لقطة اليوم. We'll be right back.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6000 جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يؤكد أمام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أن الدولة تلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة. القاهرة تستضيف غدا جولة جديدة من المفاوضات من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. نهاية نشرتنا، لكن المزيد من التفاصيل والنقاشات مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا نهى؟ ازيك يا إيمان؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تمام. انتوا فاتكم الاستوديو امبارح يا جماعه. ليه؟ برد غير طبيعي، برد اشبه بثلاجه الخضار حقيقي. بتاعت فيلم الفتاوه دي حقيقه. كلنا قاعدين جوه الاستوديو عاملين كده حقيقي. باي مثلا اروح انا طالع الفقره اخلص اخش الفصل، اول ما الفصل يطلع اطلع اجري اهرب على بره، يعني اتلمس الدفء في اي مكان حقيقي. عندك النهارده نعمه والله العظيم. الحقيقه وكمان الجو اتحسن وده شيء جميل يعني. يا رب يا مسهل ان شاء الله. يا رب يا مسهل. اشكركم. شكرا جدا ليك يا نهى، وشكرا جدا ليك ليك يا ايمان. واستاذنكم بقى نبدا، عندنا حواديت النهارده طبعا. اتفضل. اشكركم.